هنروح لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه، نعرف منه اخر اخبار او اخر مستجدات قبل وصول الفريق او قبل خروج الفريق من الفندق لملعب المباراه. مرحب بيك يا كابتن ايمن، طبعا كل التحيه لك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. في البدايه طبعا لابد ان احنا نقول خالص العزاء طبعا للشعب المصري بالكامل على فقدان المشير محمد حسين طنطاوي، واحد قاده الجيش المصري، واحد من رموز الدوله الحقيقه خلال الفتره الماضيه. فاكيد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنتقدم بخالص العزاء لكل الشعب المصري. وبالتاكيد يا كابتن ايمن طبعا احنا متواجدين في معسكر فريق النادي الاهلي في الاسكندريه، مباراه السوبر الاهلي وطلائع الجيش، مباراه مهمه جدا في تاريخ للنادي الاهلي وفي مشوار النادي الاهلي وفي بدايه الموسم. بنامل ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي. احنا بنكمل طبعا البطولات الماضيه بالنسبه لهذا الكاس، لكن ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي ويكون موسم سعيد مليء بالبطولات كعاده نجوم النادي الاهلي اللي قدروا يفرحونا خلال الايام الماضيه وخلال البطولات الماضيه. الامور الحمد لله يا كابتن ايمن ماشيه بشكل طيب ومطمئن ورائع جدا في معسكر فريق النادي الاهلي الحقيقه، اللي بدا بجديه وحماس كبير جدا لكل اللاعبين، تركيز اكثر من رائع لبيتسو موسيماني. الحقيقه كل يوم بيكون قراءاته الفنيه مميزه جدا الحقيقه، اللعيبه الهايلايتس اللي بيتابعوه من خلال المحاضرات عقب التدريب قبل التدريب، الامور دي وصلت لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الدوافع موجوده والرغبه موجوده، لكن بنامل ان شاء الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا، لان الامور الفنيه اللي احنا بنتكلم عليها ده امر صعب شويه مع طلائع الجيش. انت عارف يا كابتن ايمن طبعا يعني طلائع الجيش بتميز بالتكتلات الدفاعيه، غلق المساحات، امور بتحتاج مجهود اكبر وبتحتاج تحضير اكثر كمان من الجهاز الفني. فان شاء الله باذن الله خلال الايام الماضيه يكون الجهاز الفني استفاد بشكل كبير جدا من التحضير، نقاط القوه والضعف والثغرات وكل الامور دي يكون استفاد بشكل كبير جدا النادي الاهلي من هذه التدريبات اللي كانت فيها جديه وحماس كبير جدا، وعلى اثارها شفنا تدخلات كبيره جدا، لكن كلها طبعا امور مشروعه، الكل عايز يكون ليه دور في التشكيل، الكل عايز يكون متواجد. شفنا طاهر محمد طاهر، شفنا ايضا كمان اكرم توفيق، بطمنك على الاثنين تحديدا حالتهم البدنيه والفنيه جيده جدا وجاهزين ان شاء الله للدفع بيهم، لكن الرؤيه الفنيه ايضا متروكه لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. والنقطه الاهم والاكبر يا كابتن ايمن طبعا هي وجود الحقيقه الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره، يعني يوم السبت شفنا فوجئنا الحقيقه ان احنا متواجدين، لقينا الكابتن محمود الخطيب متواجد في التدريبات اكننا مسافرين، يمكن قلت الكلام ده اكننا بنلعب ماتش في افريقيا، معسكر فريق متواجد، الكابتن محمود الخطيب متواجد يوميا مع الفريق بيتابع، رسالته موجوده مهمه جدا، لكن الرسالة أيضا كمان واصلة لعيبة النادي الأهلي، الدوافع لن تتغير لفريق النادي الأهلي والرغبة موجودة، لكن أما القيمة الكبيرة والقائد والأب يكون متواجد بقيمة الكابتن محمود الخطيب بيكون ليها مردود كبير جدا، وشفناها أكثر من مرة، شفناها في نهائي دوري أبطال أفريقيا، شفناها في الكأس، شفناها في السوبر الأفريقي، شفنا أمور عديدة جدا في وجود الكابتن محمود الخطيب بيكون مختلفة بشكل كبير. فبنأمل إن شاء الله النهاردة وجود الكابتن محمود الخطيب في المعسكر ووجوده في المباراة ومتابعته للمباراة يكون ليها مردود كبير جدا لفريق النادي الأهلي، ونقدر والنادي الأهلي يقدر الحقيقة إن هو يسعد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن ايمن النادي الاهلي هو مصدر السعاده للشعب المصري، فان شاء الله النهارده 90 دقيقه نحسمها بشكل كبير جدا ونقدر ان احنا نحصل على هذه البطوله اللي تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. متواجدين كالعاده كابتن ايمن في معسكر فريق النادي الاهلي، الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا لكل الفريق وكل الجهاز الفني، يتبقى بس ان شاء الله التوفيق يكون مع لاعبي النادي الاهلي، التركيز، استغلال انصاف الفرص، كل الامور دي الحقيقه يعني متروكه لبيتسو موسيماني والجهاز الفني، لكن باكد لك لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير. احنا عارفين طبعا ان تم الغاء مراسم الاحتفال نظرا طبعا لحاله الوفاه طبعا لمحمد حسين طنطاوي المشير طبعا محمد حسين طنطاوي، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تقدر ان هي تفرح جمهور النادي الاهلي وتقدر تفرح مجلس الاداره برفع الكاس اللي يكون كاس السوبر رقم 12 في دولاب بطولات النادي الاهلي. مستمرين معاك الحقيقه كابتن ايمن كالعاده طبعا بننقل لكم كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي وتحرك الفريق تشكيل النادي الاهلي، كل الاجواء ان شاء الله لتكون في استاد برج العرب اللي هيستقبل مباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعه 7. يا رب ان شاء الله كابتن ايمن لعبتنا تكون موفقه، تركيزنا يكون كبير، وان شاء الله باذن الله لو التوفيق معانا نقدر نتخطى هذه المباراه وتكون بطوله جديده تضاف للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وتدخل في سجل تاريخ كل النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.